الجمهور متحمس ليتلقى بشمس الغنية اليوم، شو محضرتي لنا؟ أنا كثير محمسة لحتى أشوفه، بين قديمة وجديدة رح نكون على المسرح. كنت بتوقع تلبسي أبيض، اليوم لابسي أحمر، شو؟ حبيت أنا العالم أكسر توقعاتك. حديث السوشيال ميديا دائما بالجمال وبالحلا وبكل شيء، شو مغيرة؟ شو عاملة؟ شو مغيرة بدنا نغني لك هلا؟ في أشياء كثير مغيرتها، حلوة، حبيتها، حبيت نتيجتها. رح ودع من 2020 شيء شغلي وحدي غير كورونا والأمراض. إن شاء الله منودع عدم الاستقرار النفسي. طيب حاستقبلي من 2022 شو؟ بدي استقبل الناس مفرحة، الناس عم تفكر ببكرة. بدنا نكمل الفراغ، سوشيال ميديا شو؟ سوشيال ميديا سيف ذو حدين، للإفادة وللعاطف. هذه الأغنية شهرت نجوى كرم عربياً. على صعيد لبنان شمس الغنية، وعلى صعيد العالم العربي أنا ما في. ثروتي تتجاوز المليون دولار من الفن. الحمد لله. سأقوم بهذه العملية التجميلية قريباً. ممكن. فترة التسعينات كانت قيمة الفنان أكبر، لماذا؟ الجمهور كان يهتم بالسمع أكثر من التصوير. ثلاث أسرار للبقاء نجمة. التواضع، المثابرة والاجتهاد، وحب الناس.